سلام عليك. والله ان الصورة ترقص، شوفوا من الهواء المسافة. طبعا المغرب أذن 104، تصوير من الكاميرا والبندق. هذه الشتاير والرماية بتكون من السيارة، من رماية على الكبوت. ونقول بسم الله ونبدأ ويا مسهل. والتصوير هذا هو، ولا زالت ترقص الشاشة. ونقول بسم الله، رجع الكاميرا يقيم. تسمعون المغرب، والله يقيم. نروح نجيب الورقة. بسم الله. طبعا الهدف اللي انا حطيته وارمي عليه اللي هي ورقة كرتونة الرصاص نفسه. والمغرب طبعا اقام ما اشوف بالدربيل، والله اني اتزديها، لكن ما اقول انه تجميع استثنائي، اقول تجميع يعني رماية اليوم وللمتعة لا اكثر ولا اقل. هذا التجميع حقيقة لأجل بس تكونون بالصورة. أحاول أشوف الدائرة هذه لكن المغرب أذن، حتى التصوير تلاحظون ما هو واضح. التجميع هذا أنا ما أقول إنه تجميع يعني معجبني أنا، هو صحيح تجميع يعني طيب، لكن يفترض إنه كله في الطلقة هذه، يفترض إنه كله هنا، لكن تعرفون ظروف عادة. ظروف الوقت المغرب، الله المستعان. زي ما تشوفون، شوف الساعة كم، 5:48. هذا هو التجميع، وبنشيله ناخذه معنا. يوم ارمي كان الهواء تقريبا 13 لكن نزل الان. وهذا هو التجميع، اقل من ربع انش زي ما تشوفون. أقل من ربع إنش، 5 مللي 89. هذا تجميع اليوم، وهو يعتبر تجميع يعني بظروف، لكن ما شاء الله أقل من ربع إنش. المسافة 104 ياردة، والذخيرة اللي هي التريبل جي. ما شاء الله تبارك الله، اتمنى ان قدمنا شيء يخدم اصحابنا واخويانا ونجد فيه دعوة بظهر الغيب، والله يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى.